معقولة مدام كمالية في راجل ممكن يكون بيعامل مراته بالطريقة اللي انت بتقوليها؟ صراحة أنا مش مصدق اللي انت بتقوليه. أنا كمان ما كنتش مصدق إن ده يحصل لي لحد ما عشته بنفسي. أه بس عادي، انت ممكن تطلقي، ممكن تخلعي، في قانون ممكن يحميكي، اللي يجبرك انك تعيشي في اللي انت عايشه فيه ده. طب ما انت ممكن تطلقها. ميرنا؟ اه. لا بصراحه ما ينفعش، اصل انا بحبها وما اقدرش ابعد عنها، في نفس الوقت مش قادر اقرب لها. عارفه لو انا قادر ان انا ارمي عليها كل حاجه ان هي السبب في المشكله كنت طلقتها، بس انا عارف ان انا ليه يد في الموضوع حتى لو كان بطريقه غير مباشره، بس انا شريك في اللي بيحصل ده، لازم اعترف بكده. طب ما تكلمها بصراحه، يعني حاول تقرب منها. بص، هو ساعات الكلام بيختصر حاجات كتير قوي وبيقرب المسافات، وانا شايفه ان مشكلتك عاديه بسيطه جدا، حاسه ان انت اللي مكبر الموضوع بصراحه. أنا كمان بمنتهى البساطة ممكن أقولك إن مشكلتك عادية وإن أنت مكبرة الموضوع ببساطة، بس أنا مش عايش عيشتك ولا أنا حاسس نفس إحساسك اللي أنت بتحسيه مع جوزك، فما ينفعش أحكم عليكي، كمان أنت ما ينفعش تحكمي عليا. المشكلة إن أنا عندي الإحساس غريب، ما بقتش حاسس إن أنا بقتش حاسس إن أنا راجل البيت. مش عايزك بقى تقولي لي كلمها او اقول لها او احكي لها، لان هي ببساطه مش هتفهم اللي انا بقوله. هو انت ازاي بتحبها وهي بتحبك ومش هتفهم اللي انت هتقوله؟ عشان هي ست عظيمه متفتحه في كل شيء الا الجزئيه دي. انا لو كلمت ميرنا في الموضوع ده هتفهم ان انا عايز ابقى سيس سيد، عايز ان انا أقهرها، عايز إن أنا ألغي شخصيتها. بصراحة مدام كماليا في حاجات لازم تتحس، ما ينفعش تتقال، عشان لو ما تحسيتش الكلام مش هيكون ليه لازمة. ممكن